للحديث أكثر نرحب بضيفنا عبر السكايب الدكتور نواف العنزي استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى اليمن العام. يسعد صباحك. أهلا وسهلا دكتور، صباح الخير. صباح النور علينا أخوي. يا أهلا وسهلا دكتور. أكيد. فكرة أنه النظارة المقلدة ممكن تخدع حدقة العين وتتسبب في أضرار أكثر، اشرح لنا هذا الكلام علميا. علميا أول شيء ليش احنا نهتم بالنظارات الشمسية الأصلية؟ أول شيء عشان نحمي العين، العين أنتم عارفين جزء حساس من الجسم يتأثر بمؤثرات خارجية زي أشعة الشمس، الأشعة النسجية، الغبار، الحر، جلسة الكمبيوتر، الأجهزة لفترات طويلة. الجزء هذا من الجسم خاصة الأربع أجزاء بالعين اللي هي القرنية، الشبكية، العدسة، متحمة العين. الأربع أجزاء هذه حساسة لازم نحميها، خاصة إحنا مناطق خليج مناطق أنتم عارفين حارة وجافة ونتعرض للغبار وأشعة الشمس فترات طويلة. فحماية العين واحدة من الحاجات المهمة اللي هي النظارات الشمسية. طبعا لازم نعرف إنه لبس النظارة الشمسية المقلدة أخطر من إننا ما نلبسها، لأنه لما نتعرض للشمس حدقة بؤبؤ العين ينكمش ويضيق، تقل الأشعة اللي داخل العين. لما نلبس النظارات مقلدة يصير تأثيرها تخش العين وتخدع العين، توهمها إنه في ظلام في ظلال، فبؤبؤ العين يتوسع، لما يتوسع يضر العين، يضرها بأن أشعة فوق بنفسجية تكون تدخل داخل العين بنسب عالية أكثر من الطبيعي، فأثر على الملتحمة يسوي حاجة اسمها الضفرة، يأثر على القرنية يسوي عتامات في القرنية، خصوصا اللي يسوون عملية تصحيح النظر والليزك يكون العتامة عالية بسبب الأشعة فوق بنفسجية، يأثر على عدسة العين تسرع وتأجل موضوع ظهور المياه البيضاء، أيضا لها تأثير على الشبكية لفترات طويلة. فلذلك نحذر انه الواحد اذا ما يلبس نظاره احسن ما يلبس نظاره مقلده. جميل. يعني دكتور مجموعه مخاطر فعليا انت ذكرتها بسبب النظارات الشمسيه المقلده انها تخدعنا يعني في النهايه، والواحد يقعد يناظر في ذا الشمس ويعتقد انه والله تحميه، بينما هي لا والله قاعده تعطيه بس هالنوع من الظلام اللي او عفوا قله الضوء ولكنها مباشره تؤذي العين. خلينا نروح شوي ندور حلول، يعني احنا ما نتكلم طبيا، نتكلم امور مرتبطه بالمجال الطبي. اعتقد انه اللي بيلبس نظاره شمسيه مقلده السبب انه والله ما عنده القدره يمكن يشتري نظاره شمسيه اصليه وانه يروح يدور هالماركات العاليه اللي تقلد او غيرها. اليوم في بدائل، في نظارات شمسيه باسعار منخفضه او باستطاعه الجميع انه والله يشتريها، حتى نقول لا ابدا لا تلجا لا تجعل خيارا، مع انه المفترض دام مضر لا تجعل خيارا، هذا امر محسوم. الفكرة بالنظارة المقلدة إنه غالبا تكون مواد تصنيعها مواد رديئة وتكون عبارة عن صبغة بويا على المواد المستخدمة، بس ما هي الأصلية. الأصلية عبارة عن فلاتر تحمي تقلل دخول النسب الأشعة فوق النسجية. طبعا التفريق بينهن مرات يكون صعب، يعني ما هو سهل إنه إذا رحت بشتري إنه معناها غالية معناها إنه أصلية، وإذا هي رخيصة معناها إنه مقلدة. للأسف بعض المقلدة يرفع سعرها فتصير يتوهم الواحد انها اصليه. موضوع السعر ما هو مقياس، في حاجات كثيره ممكن تفرقها. اول شيء اللي هي موضوع النظارات الاصليه، غالبا الشركات المصنعه تنقش على ماده التصنيع اسم الشركه والبراند، سواء كان نقش او شو اسمه او نحت، او انه تكون لما تعرضها لاشعه الشمس ينقري اسم الشركه. ما هي زي المقلده غالبا تكون الاسم يكون على ستيكر او لزقه على الزجاج، هذا واحد. حاجه ثانيه انه غالبا مواد النظارات الاصليه تكون لها سيريال نمبر ولها رقم، زي السيارات تكون لها رقم شاصي، تكون الشركه المصنعه لها رقم، بحيث انه حتى تقدر تتابعها. المقلده لا، الموضوع انه لما تاخذها من وكيل ومعروف، ما هو مثل لما تروح للاسواق الشعبيه والبطحه تلقاها في الشارع معروضه. صح. هنا في دور. الحاجه بعد المهمه انه مواد التصنيع تكون ذات جودة عالية. في حاجة مهمة وهي أجهزة الفحص، في أجهزة خاصة تبين إنه هل هذه المادة أو النظارة تحمي، تسوي يو في بروتكشن يعني تحمي من الأشعة فوق النسجية أو لا. في النسب وأرقام لما تكون
تكون مثلا عالية لما تكون نسبة مثلا فوق 70-80 تكون ممتازة. المواد المصنعة تكون أقل. فالمفروض أنه عندنا في الدور كذا لما أي مستورد يورد النظارات تكون تفحص التوقع. جيد. أخيرا دكتور الوقت داهمنا، شكرا على هالنصائح المهمة والمباشرة. الانستغرام دكتور في ناس كثير يعرضون نظارات ما ندري وش الشركات بس انها تجي باشكال، هل من الممكن ان تشكل مخاطر شراء من مصدر مجهول؟ اكيد انك اطلعت انك تشوف كيف تعرض هذه النظارات. اي والله للاسف انه المعروضات بالانستغرام اذا هي كانت مراقب من وزارة التجارة من هيئة الدواء، اكيد هيئة الدواء ما تعطي تصريح الا بعد ما تفحصها وتشوف اليو في بروتكشن اللي هي الحماية من الاشعة فوق النسجية. فاتوقع انه الاماكن المعروفة والوكلاء الموردين الاسامي المعروفة يكون الافضل. الانستغرام اذا ما هو مسجل وموثق من قبل الدولة ما تتوقع انه خطورته تكون اكثر من فائدته. في النهاية كل واحد مسؤول عن نفسه، وبالتأكيد الواحد يعني هذا اغلى ما يملك هو النظر والعيون بالفعل غالية. فالواحد دائما يعني ممكن تستخدم نظارة شمسية رخيصة ولكنها ليست مقلدة ويعني تحمي عينك من الأشعة الضارة. شكرا جزيلا لك دكتور نواف العنزي استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى الإيمان العام. شكرا دكتور نواف، يعطيك العافية. العفو، ألف شكر، الله يعافيكم جميعا.